رحيل الرئيس المطعون بشرعيته واستعادة الحرية مطلب لا يتنازل عنه أنصار زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو. من أجل تحقيق الهدف تجمع مئات في أحياء كاراكاس سعيا لاستعادة المجلس التشريعي الوطني الذي انتزعه المشرعون الموالون للحكومة في يناير الماضي، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن. بالغاز المسيل للدموع فرقت الشرطة المحتجين وعمدت إلى قطع الطرق أمام المسيرة المناهضة لمادورو، كما اعتقلت السلطات 3 نواب في الجمعية الوطنية من أنصار غوايدو في أحد فنادق كاراكاس بعد ساعة من الاحتجاج. المشرعون الذين كانوا خارج الفندق هم أكثر من تعرض للعنف اللفظي، لقد أخذوا هواتفنا وبطاقات هويتنا وأوراق اعتمادنا، ولم يبلغنا رجال الأمن السبب وراء تصرفهم هذا، اكتفوا بالقول إنهم يتبعون الأوامر والإجراءات، وهو ما رفضناه بشدة بوصفنا مشرعين. عقب اندلاع الصدامات كرر غوايدو تمسكه بما يعتبره الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية في البلاد، وهو الانتخابات الحرة والنزيهة ودع الناس إلى البقاء في الشارع. لقد استأدفنا حراك الشارع ووحدنا كفاحنا، لدينا هدف ولدينا دعم دولي وإجراءات مشتركة مع حلفائنا العالميين. ننسق مع كل قطاع ولدينا وسائل للتواصل ونمتلك الشجاعة للبقاء في الشوارع. السلطة التي بدت عليها ملامح الارتباك السياسي لم تبدي تراجعا عن خيار التشبث بالحكم، وذلك تحديدا ما استدعى غوايدو إلى الانضمام إلى ركب الاحتجاجات في محاولة لإحيائها بعد أن تضاءلت. إنها محاولة تبدو في نظر متابعين اختبارا لقدرة غوايدو على حشد مؤيديه الذين أصبحوا متعبين من الأزمة الاقتصادية في البلاد وعجز المعارضة عن الإطاحة بمادورو، على الرغم من برنامج العقوبات الأمريكي الواسع.